أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها؟ فمن رحمة أرحم الراحمين أن جاءت الآيات لتقرر في مسألة الرضاع. فالقرآن قل الشيء إلا وذكره فيما يتعلق بهذه القضايا، لقضايا الدعاوى على النبي صلى الله عليه وسلم. قال: وأحل الله البيع وحرم الربا، لأنه هو الذي يملك هذا الحق. وفي سورة براءة فضح للمنافقين بخطاب عجيب: الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، فهذا هو المجلس الثاني من مجالس تفسير سورة براءة في هذه الدورة المباركة، دورة الأترجة. يقول الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا آباءكم وإخوانكم أولياء. بينا أن هذه السورة سورة براءة، أي فيها البراءة من الشرك وأهله، وفيها قطع أواصر المودة بين المؤمنين والكافرين ولو كانوا من أقرب الناس إلى المؤمنين. قال الله: لا تتخذوا آباءكم وإخوانكم أولياء، انقطعت ولايتهم متى تحقق فيهم أنهم استحبوا الكفر على الإيمان. فمن استحب الكفر على الإيمان ولو عاش معك في بطن واحد ورضع من لبن واحد فإنه ليس بينك وبينه محبة ولا مودة. لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم. يقول الله: لا تتخذوا آباءكم وإخوانكم أولياء إن استحبوا الكفر على الإيمان ومن يتولهم منكم فأولئك هم الظالمون. من تولاهم فهو من الظالمين، لأنه تولى وأحب من أبغض الله. ولو قيل لك: إنك هل يليق بك أن تحب من يعادي أباك ويبارزه بالعداوة؟ هل تحبه وتواليه وتقربه وتنصره وتتخذه عيبة نصح وتجعله بطانة؟ لقلت: هذا لا يستقيم. ولو قلت لك: هل يرضى أبوك بأن يراك وأنت توالي وتحب من يعاديه ويكن له البغضاء ويطلق ويسعى في الشر له؟ لقلت لي: أبدا لا يمكن أن يرضى والدي عني. سبحان الله، كيف نريد أن يرضى عنا ربنا سبحانه وتعالى ونحن نوالي أعداءه ونقربهم ونحبهم وننصرهم ونجتمع بهم ونخالطهم مخالطة المواد، المحب المساكن الراضي بما هم عليه؟ قال: فأولئك هم الظالمون. ثم قال الله عز وجل معلنا: قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا حتى يأتي الله بأمره. هذا تهديد بالعذاب لكل من ترك الإيمان والجهاد في سبيل الله من أجل أب أو ابن أو أخ أو زوج أو زوجة أو عشيرة أو مال يجتنيه ويكتسبه أو تجارة يخشى عليها من الكساد والفساد أو مساكن وأرض يركن إليها، فهذا متهدد بالعذاب من الله عز وجل. فتربصوا حتى يأتي الله بأمره، أي بيأتي إليكم بعذاب من عنده. قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا تبايعتم بالعينة واتبعتم أذناب البقر وتركتم الجهاد سلط ورضيتم بالزرع سلط الله عليكم ذلا لا ينزعه عنكم حتى تراجعوا دينكم.
قال فتربصوا حتى يأتي الله بأمره والله لا يهدي القوم الفاسقين. ما قال والله لا يهديهم ليبين حكم من فعل شيئا من ذلك بأن ترك الجهاد في سبيله وآثر زوجته أو ولده أو أباه أو أخاه أو ماله أو تجارته أو مسكنه على أمر الله وأمر رسوله والجهاد في سبيله والولاء من أجله والبراء من أجله فإنه من القوم الفاسقين. فهذا ذكر للظاهر موضع المضمر من أجل بيان الحكم ولأجل بيان العلة ولأجل أن يقاس غيرهم عليهم. قال الله عز وجل لقد نصركم الله في مواطن كثيرة. نصركم في مواطن كثيرة، فلماذا تركنون إلى أعدائكم ولماذا تميلون إليهم؟ لا تركنوا إلى الذين ظلموا، النصر هو من عند الله، والرزق الذي تخافون عليه وتخشون من قطاعه هو من عند الله كما سيتبين بعد قليل. لقد نصركم الله في مواطن كثيرة، ونصركم يوم حنين أيضا في الوقت الذي أعجبتكم فيه كثرتكم، وكان جديرا بكم ألا تعجبكم الكثرة، لأن النصر لا يكون بالكثرة وإنما يكون من عند الله عز وجل. فلم تغني تلك الكثرة عنكم شيئا، أي شيء، ما كان المسلمون في موقعة نازلوا بها أعداءهم أكثر منهم ولا أقوى ولا أكثر مالا وعتادا منهم في يوم حنين، فأعجبتهم كثرتهم وظنوا أن عدوهم لن يتمكن منهم، فما شعروا إلا بالهزيمة تحل عليهم بسبب هذا الغرور الذي نزل على قلوبهم. فلما رجعت قلوبهم إلى الله رجع الله لهم بالنصر فنصرهم وأعلى أمرهم. ولولا أن الله قيض لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم وثلة معه ثبتوا فثبت الله بهم بقية المؤمنين لانهزموا شر هزيمة. قال إذ أعجبتكم كثرتكم فلم تغن عنكم شيئا وضاقت عليكم الأرض بما رحبت. ما الذي حدث؟ ماذا حل بنا؟ نحن هذا العدد الكثير وهذه القوة الضاربة وهذا العتاد وهذه الأموال التي غنمناها وحصلنا عليها، وهؤلاء الذين انضموا إلينا وهم أهل مكة وهم الآن يقاتلون معنا. ضاقت عليكم الأرض بما رحبت ثم وليتم مدبرين. قال الله عز وجل ثم أنزل الله سكينته على رسوله وعلى المؤمنين وأنزل جنودا لم تروها. سبحان الله، هذه علاقة بيننا وبين الملائكة، أن الملائكة ينصروننا في وقت الشدة. ففي بدر نزلوا، وفي حنين وهي من آخر المواقع التي حصلت لرسول الله صلى الله عليه وسلم مع أعدائه أيضا نزلوا وأنزل جنودا لم تروها وعذب الذين كفروا فهزمهم شر هزيمة. قال وذلك جزاء الكافرين، ولم يقل وذلك جزاؤهم، ليبين ما هي علة هذا، ما هي علة هذا الجزاء. علته هو الكفر، وليقاس عليهم من يأتي بعدهم، كل من كفر فهذا جزاؤه. قال الله عز وجل ثم يتوب الله من بعد ذلك على من يشاء. يتوب الله من بعد ذلك على من يشاء، يعني بعد أن تقاتلوا عدوكم فتظفروا بهم، فإذا أسلم منهم أحد فتاب، تاب الله عليه، والله غفور رحيم. وهذا من سعة مغفرة الله ورحمته بعباده. ثم قال الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا إنما المشركون نجس. نجس، والنجاسة هنا نجاسة معنوية وليست نجاسة حسية، فلو سلم مسلم على مشرك لم يلزمه أن يغسل يده من مصافحته والسلام عليه، وإنما المقصود نجاسة معنوية بالشرك والكفر والمحادة والمشاقة لله ورسوله. قال فلا يقربوا المسجد الحرام. أليس بالأمس يقولون نحن عمار المسجد الحرام؟ الآن بيّن الله لهم بعد أن صار المسجد الحرام بيد رسول الله صلى الله عليه وسلم وتحت الدولة الإسلامية أن هؤلاء نجس لا يليق بهم أن يقربوا المسجد الحرام، وهذا فيه الدلالة على أنه يحرم عليهم أن يدخلوا الحرم بأعلامه المعروفة
بأعلامه المعروفة فيرد من ورائه. قال فلا يقرب المسجد الحرام بعد عامهم هذا، فنهوا عن قربان المسجد الحرام. قال الله عز وجل وإن خفتم عيلة، وقع في نفوس الصحابة أمر عظيم، قالوا إذا لم يقربوا المسجد الحرام بعد عامهم هذا كيف سيكون تجارة وبيع وشراء ويعني حركة تجارية، لأن الحركة التجارية قائمة على التبادل التجاري مع النوع الإنساني كله، والمسلمون لا يمكن أن يقوموا بهذا وحدهم. فالله عز وجل بشرهم قال لا تخافوا من الرزق، الرزق عندي أنا الذي أرزق، أنا الذي أعطي، أنا الذي بيدي خزائن الأرض وخزائن السماء. قال وإن خفتم عيلة فسوف يغنيكم الله من فضله إن شاء، وبالفعل أغناهم الله عز وجل، فجعل بأيديهم أو تحت أيديهم ملك كسرى وملك الروم، ملك قيصر، وصار أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم في سنوات قليلة بعد هذه الآية من أغنى خلق الله. عبد الله الزبير بن عوام لما مات جمعوا ماله من المال بالفؤوس، حتى وصل لبعض زوجاته الملايين، وهم كانوا أزهد الناس في الدنيا وأكثر الناس سخاء وكرما، حتى إن الزبير رضي الله تعالى عنه وأرضاه إذا جاءه رجل يستودعه مالا قال لا لا تستودعني، اجعله إيش؟ قرضا علي. لماذا قرض؟ لأنه إن استودعه إياه فتلف لم يضمن، لكن إذا أقرضه إياه كان ضامنا على كل حال، فيقول لا 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 تستودعني إياه، اجعله قرضا. ثم يشتغل فيه الزبير فيبارك الله له فيه، حتى بلغ ماله عند وفاته قرابة 50 مليون من الفضة. واقرأوا قصته في صحيح البخاري، لأن الزبير لما مات كان عليه حقوق كثيرة للناس بهذا السبب الذي ذكرت لكم، فكان عبد الله بن الزبير يؤدي للناس حقوقهم، وباع من أراضيه ومزارعه الشيء الكثير ثم سدد، وكان إذا ضاق عليه الأمر استعان على هذا الدين برب الزبير، فكان يسأل الله سبحانه وتعالى أن يقضي عن أباه. قال فلما وفيت وبقيت 4 أعوام وأنا أسدد للناس حقوقهم وأعلن في الموسم من كان له حق فليأتي، فلم يأتي أحد خلال 4 مواسم من الحج، عند بعد ذلك قسم للورثة أموالهم، فبلغ ما تبقى من مال الزبير قرابة 50 مليون درهم فضة، وهذا شيء كثير، حتى كانوا يقسمون بالفؤوس كما حدث بذلك عبد الله ابن الزبير. قال فسوف يغنيكم الله من فضله إن شاء. ونحن في بلادنا هذه يا إخواني رأينا شيئا من ذلك في الوقت الذي أعرض فيه كثير من بلاد المسلمين عن تحكيم الشريعة وحكموا القوانين وركنوا إلى أعداء الله. قامت هذه الدولة في أول أمرها على دعوة الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمة الله تعالى عليه، الذي سمي هذا المسجد باسمه، وعاداها كل من حولها، فبعث الله لها رزقا من عنده ما توقعه أحد ولا وقع في بال أحد. إن كان الرزق في العادة ينزل نزولا يراه الناس من السماء أو ينبت على ظهر الأرض، فإن الرزق الذي ادخره الله لمن قطعه الناس بسبب تحكيمه للشرع ودعوته إلى التوحيد قد بعثه الله من باطن الأرض وجعله سببا لغنى هؤلاء الفقراء الذين لم يكن بأيديهم ولا عندهم من الدنيا إلا النزر اليسير. قال الله عز وجل وإن خفتم عيلة فسوف يغنيكم الله من فضله إن شاء إن الله عليم حكيم. ثم قال الله عز وجل قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر. في الآيات الأولى كان القتال للمشركين، قاتلوهم يعذبهم الله بأيديكم ويخزهم وينصركم عليهم ويشفي صدور قوم مؤمنين، فيظن بعض من يقرأ أن هذا خاص بأهل الشرك فيقال لا والنصارى أيضا، لكن حكم النصارى يختلف عن أهل الشرك، فأهل الشرك
ليس لهم عندنا إلا القتال، نقاتلهم حتى يسلموا. أما النصارى فإن الله عز وجل جعل لهم بسبب الكتاب الذي بأيديهم حالا أخرى، وهي أنهم إما أن يدخلوا في الإسلام أو يبذلوا الجزية. قال: قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله ولا يدينون دين الحق من الذين أوتوا الكتاب من اليهود والنصارى حتى يعطوا الجزية. إذن ليس حتى يسلموا. هنا قال: فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فخلوا سبيلهم. هنا ما قال حتى يقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة، وإنما قال حتى يعطوا الجزية. فلهم حال تختلف عن حال المشركين الذين كانوا في عهد النبي صلى الله عليه وسلم. والجزية ما هي؟ هي مال يدفعه الكتابي مقابل بقائه في داره أو تحت حماية المسلمين. المسلمون يحمونه ويذودون عنه ويدفع لهم الجزية. قال: حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون، أي بذلة. وهذا الصغار هو كونهم يعطون الجزية. أي صغار أعظم من كونه يدفع المال لهؤلاء الذين هم قائمون عليه ويحكمون ويتصرفون في الأمر دونه، لأنه ليس لهم ملك وليس لهم دولة وليس لهم قوة، ولا يجوز لهم أن يحدثوا حدثا في بلاد المسلمين، ولا أن يعلنوا بمعصية، ولا أن يؤذوا مسلما، ولا أن يظاهروا عدوا. قال الله عز وجل مبينا علة الأمر بقتال هؤلاء اليهود والنصارى: وقالت اليهود عزير ابن الله، ادعوا بنوة عزير وأنه ابن لله، وذلك أعظم الظلم، أن يدعى ويفترى على الله بأن له صاحبة أو ولدا. وقالت النصارى المسيح ابن الله، ذلك قولهم بأفواههم، أي هذا الذي افتراه هؤلاء بأفواههم، وإلا أي كتاب نزل بهذا وأي برهان يدل على هذا؟ ما هو إلا افتراء جاء على ألسنتهم، حتى هم ليس عندهم دليل في كتابهم يدل على هذا الذي زعموه، لا اليهود ولا النصارى. والمحققون من النصارى يقولون إنه لا يوجد في الإنجيل آية واحدة تدل على أن الله عز وجل قد جعل المسيح ابنا له، ما فيه آية واحدة. نحن نجزم بهذا، لكن نقول: هل في الكتاب المقدس كما يزعمون شيء يدل على هذا؟ أبدا، وإنما هناك آيات تدل على الاصطفاء والاجتباء والتقريب والرسالة ونحو ذلك. قال: ذلك قولهم بأفواههم. وهنا قاعدة، أن كل قول نسب إلى الفم في القرآن فهو كذب، يعني أراد الله بنسبته إلى الفم أن يبين كذبه. إذ تلقونه بألسنتكم وتقولون بأفواهكم إيش؟ ما ليس لكم به علم وتحسبونه هينا وهو عند الله عظيم. كل قول نسب إلى الأفواه في القرآن فهو كذب مردود عليه. ومن هنا ومن هذا قوله: ذلك قولهم بأفواههم. لو قال قولهم لكان كافيا، لكن يؤكد على أنه مجرد دعوى بلا دليل ولا برهان. ذلك قولهم بأفواههم يضاهئون، أي يشابهون قول الذين كفروا من قبل، أي قول من كفر من قبل في ادعاء أن الملائكة بنات الله أو الأصنام أبناء الله أو بناته. قاتلهم الله، أي لعنهم وأبعدهم. أنى يؤفكون، كيف يصرفون عن الحق والحق واضح لديهم؟ كيف يكون عيسى بن مريم ابن لله وهو مخلوق؟ كيف يكون ابنا لله وقد صلب ولم يستطع أن ينجو بنفسه ولا أن يخلص نفسه من أعدائه؟ عجبا لهم كيف يصرفون عن الحق. قال الله عز وجل:
اتخذوا أحبارهم ورهبانهم. الأحبار هم العلماء بالكتاب، والرهبان هم الذين يتعبدون ويتفرغون للعبادة في الصوامع، والأحبار في اليهود والرهبان في النصارى، أربابا من دون الله. واتخذوا المسيح ابن مريم أيضا ربا. كيف اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله؟ ورد في الحديث ما يدل على ذلك، وهو أنهم كانوا يحلون لهم ما حرم عليهم فيستحلونه، ويحرمون عليهم ما أحل لهم فيحرمونه، فمن هنا كانت عبادتهم. قال الله عز وجل: وما أمروا إلا ليعبدوا إلها واحدا. أي ما الذي ينكرونه عليكم أيها المؤمنون عندما تدعونهم إلى الإسلام؟ أنتم لم تطلبوا منهم أن يعبدوا محمدا، ولم تطلبوا منهم أن يعبدوا أصناما أو آلهة أخرى غير الله. وهذا من أوضح الدلائل على صحة هذا الدين ووضوح هذا الحق. وما أمروا، أي في هذا الكتاب، إلا ليعبدوا إلها واحدا، كذلك ما أمروا في كتبهم هم إلا بأن يعبدوا إلها واحدا. فلماذا خالفوا لا إله إلا هو؟ أكد هذا المعنى بقوله لا إله إلا هو، أي لا معبود بحق إلا هو. سبحانه، هذا تأكيد بعد تأكيد، أي ننزه الله عز وجل من كل نقص ومن كل مشابهة للمخلوقين، سبحانه عما يشركون. ثم قال الله عز وجل: يريدون بسعيهم وصدهم وأفعالهم التي يفعلونها وإنفاقهم في سبيل رد الناس عن الدين أن يطفئوا نور الله بأفواههم. لاحظوا يا إخواني، الذي يريده هؤلاء إطفاء نور الله، وتصوروا كيف ينسب هذا النور إلى الله، فيقول يريدون أن يطفئوا نور الله، ولم يقل يريدون أن يطفئوا النور أو نورك يا محمد أو نور القرآن، أضافه إلى الله. نور صادر من عند الله، يأتي مخلوق ضعيف لا يساوي ذرة في هذا الكون الهائل العظيم، ينفخ على هذا النور القادم من قبل الله عز وجل، يريد أن يطفئه. هذه مدعاة لإيش؟ مدعاة للسخرية والإزراء بمثل هذا الذي يعمل هذا العمل. نور الله عظيم وكبير، ومهما حاول الأعداء، مهما بلغت إمكاناتهم وصارت أموالهم، لا يمكن أن يطفئوا هذا النور الإلهي، مهما قاموا به من المكائد وفعلوا من الأفاعيل. ويأبى الله إلا أن يتم نوره، يأبى الله إلا أن يتم نوره، لا بد أن يتم هذا النور. ولذلك بيّن النبي صلى الله عليه وسلم أنه لن تقوم الساعة حتى ينتشر هذا الدين، لا يبقى بيت مدر ولا وبر إلا دخله هذا الدين بعز عزيز أو ذل ذليل، عزا يعز الله به الإسلام وأهله، وذلا يذل الله به الكفر وأهله. ومصداق ذلك يا إخواني نراه بين الفينة والأخرى، ينتشر الإسلام من غير أسباب ظاهرة ومن غير إمكانات هائلة، كل ذلك لأن الله عز وجل يأبى إلا أن يتم نوره ولو كره الكافرون. ثم قال: هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق. الهدى العلم النافع، ودين الحق العمل الصالح. والدين المبني على العلم النافع القائم على الحجة والبرهان وعلى العمل الصالح من البر والإحسان وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة، قد كتب الله له البقاء، وكتب الله عز وجل له الانتصار. هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله، فالظهور إنما يكون لهذا الدين. ولذلك كم هي الثورات التي قامت ضد هذا الدين، كم هي الدول التي حاربت المسلمين حتى في عقر دارهم. جاء التتار فأبادوا في بغداد 2,000,000 نسمة، حتى جرى نهر بغداد أياما عديدة بالدم الأحمر لا يرى لونه الحقيقي.
الصليبيون غزوا بلاد المسلمين قرابة 9 حملات، لما دخلوا بيت المقدس يقولون إن الفرسان صارت تمشي في الدماء إلى ركبها من كثرة من قتل بعشرات الألوف من البشر. كل هذه المحاولات لطمس معالم هذا النور الإلهي لم تفلح. لماذا؟ لأن هذا الدين رسالة واضحة، رسالة بينة قائمة على الحجة، قائمة على الهدى، العلم النافع والحجة والبيان والبرهان الساطع والعمل الصالح، ليست دينا قوميا، وليست لمصالح ذاتية أو آنية، وليست لتوسيع الرقعة، وليست لجلب الأعداد، وليست لأي سبب من هذه الأسباب. قال الله عز وجل: ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. ثم قال الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا إن كثيرا من الأحبار والرهبان ليأكلون أموال الناس بالباطل ويصدون عن سبيل الله. يعني إن كنتم أنتم تجاهدون في سبيل الله فاعلموا أن هؤلاء الأحبار والرهبان يصدون عن سبيل الله ويأكلون أموال الناس بالباطل، وهذا إغراء بقتالهم. لا يغركم منهم ما ترون من الترهبن والعبادة وهز الرؤوس عند حائط المبكى أو البراق وغير ذلك. هؤلاء يصدون عن سبيل الله ويأكلون أموال الناس بالباطل ويتخذون دين الله تجارة، يبيعون الآجل بالعاجل ويشترون بآيات الله ثمنا قليلا. فقاتلوهم ولا ترفقوا بهم واحرصوا على إقامة الجهاد فيهم. إن كثيرا من الأحبار والرهبان، وقوله إن كثيرا هذا من عدل الله عز وجل، لأن بعض الأحبار وبعض الرهبان ليس كذلك، ولذلك لم يقل إن الأحبار والرهبان لا يأكلون أموال الناس بالباطل، لأن من الأحبار والرهبان من لا يأكل أموال الناس بالباطل ولا يصد عن سبيل الله. قال: والذين يكنزون الذهب والفضة، لما ذكر أنهم يأكلون أموال الناس بالباطل بين أنهم يكتنزون الذهب والفضة، فقال: والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم. بشرهم أي أخبرهم خبرا يظهر أثره على وجوههم، وهو أن لهم عند الله العذاب الأليم إذا أخذوا هذا المال فكنزوه. والمقصود بالمكنوز من المال هو ما لا تؤدى زكاته، خلافا لأبي ذر رضي الله تعالى عنه، فإن أبا ذر يقول: كل مال زاد عن حاجتك وما تبتغيه من الإنفاق فإنه إذا ادخرته فهو كنز سيعذبك الله به. ويرى عامة الصحابة وجماهير المسلمين أن ما أديت زكاته فليس بكنز. قال: والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله. قال العلماء: هذا فيه الدلالة على أن أعظم وجه من وجوه البر تنفق فيه الأموال هو الإنفاق في سبيل الله، أي في الجهاد في سبيل الله. فأعظم نفقة ينفق الإنسان فيها مما يبتغى به وجه الله نصرة دين الله جل جلاله. قال: فبشرهم بعذاب أليم. ما هو هذا العذاب الأليم؟ قال: يوم يحمى عليها، أي على هذه القطع من الذهب والفضة، في نار جهنم، أو هذه الأموال في نار جهنم، فتكوى بها جباههم وجنوبهم وظهورهم، ويقال لهم: هذا ما كنزتم لأنفسكم فذوقوا ما كنتم تكنزون. قال العلماء: إنما ذكر هذه الثلاثة لأنها هي التي يحصل بها الإعراض عن الإنفاق. فإذا طلب من أحد إنفاقا في سبيل الله قطب بوجهه، أول ما يبدأ يقطب بوجهه، ثم يلوذ بجنبه، ثم يولي فلا يرى إلا قفاه وظهره، فالله عز وجل يعذبهم بأن يضع النار على يضع هذا الذهب والفضة بعد أن يحمى في نار جهنم على هذه الوجوه التي قطبت
وهذه الجنوب التي أعرضت وهذه الظهور التي تولت جزاء وفاقا. قال: فتكوى بها جباههم وجنوبهم وظهورهم. وانظروا يا إخواني، كل من عصى الله بشيء عذبه الله بذلك الشيء الذي عصاه به. ومن هذا ما يفعله العاشق، العاشق يعشق امرأة في غير ما يرضي الله سبحانه وتعالى فيعذبه الله بها، فلا يهنأ بعيش ولا يهنأ بنوم، ويذهب عليه ماله وتذهب عليه راحته. هذا عذاب من الله عليه، لأنه آثر محبة مخلوق على محبة الله. فكل من أحب شيئا دون الله عذب به، وكل من عصى الله بشيء سلط الله ذلك الشيء عليه فعذب به، نسأل الله العافية والسلام. قال: فذوقوا ما كنتم تكنزون. ثم قال الله عز وجل: إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض. هذه الأشهر هي من عند الله عز وجل، وليست من وضعكم أنتم أيها الناس، وهي مرتبطة بحركة القمر. إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض، منها 4 حرم، أي من هذه 12 شهرا 4 أشهر محرمة لا يحل فيها القتال. وقد اختلف العلماء وخلافهم فيها قوي، هل القتال في الأشهر الحرم ما زال باقيا أو نسخ؟ خلاف قوي بين أهل العلم. قال الله عز وجل: ذلك الدين القيم، أي ذلك الدين المستقيم بصاحبه إلى الله عز وجل، فلا تظلموا فيهن أنفسكم. الإشارة تعود إلى 4 الأشهر الحرم، وليس المقصود أنه اظلموا أنفسكم أو يباح لكم ظلم أنفسكم في بقية الأشهر، ولكنه مزيد تحريم لها وتأكيد لمعناها. ثم قال الله: وقاتلوا المشركين كافة كما يقاتلونكم كافة. أراد الله عز وجل أن يبين هل القتال للمشركين يكون في كل الأشهر، أو أن هناك أشهر لا يحل لنا فيها ابتداء المشركين بالقتال. فذكر في هذه الآية أن هناك 4 أشهر حرم الله علينا فيها ابتداء القتال على المشركين. قال: وقاتلوا المشركين كافة كما يقاتلونكم كافة. هذا تهييج لقتال الكفار، فإنهم يقاتلونكم كافة من كل أجناس الأرض، البيض والسود والعرب والعجم وأهل الشمال وأهل الجنوب، كلهم يقاتلونكم. كل مشرك هو يتربص بأهل التوحيد الدوائر ويريد أن يوقع بهم. إذن فعليكم أن تقاتلوا المشركين كافة كما يقاتلونكم كافة، واعلموا أن الله مع المتقين، ومن تقواه أن تقوموا بأمره فتقاتلوا عدوه وتقوموا بالعهد الذي بينكم وبين من عاهدتموه. فإذا كنتم مع الله فإن الله سبحانه، فإذا اتقيتم الله فإن الله معكم وسينصركم. ولذلك لن نهزم في موقعة إلا بسبب من أنفسنا. في حرب 76 يا إخواني، في حرب 67 ما هزمنا يا إخواني لأننا كنا ضعفاء. 7 دول تقاتل دويلة صغيرة هزمت، من الذي هزمها؟ ما هزمتها تلك الدويلة؟ والله ولا يستحق اليهود أن يكون لهم شرف النصر على المسلمين الحقيقيين إلى يوم الدين. لا يقاتلونكم جميعا إلا في قرى محصنة أو من وراء جدر، بأسهم بينهم شديد، تحسبهم جميعا وقلوبهم شتى. لكن نحن هزمنا من عند أنفسنا. أولما أصابتكم مصيبة قد أصبتم مثليها قلتم أن هذا؟ قل هو من عند أنفسكم، لن يحل بنا بلاء، ولن تصيبنا نكسة ولا نكبة، ولن تنزل بنا هزيمة إلا بسبب من عند أنفسنا، فيجب علينا أن نراجع أنفسنا. واعلموا أن الله مع المتقين. ثم قال الله عز وجل: إنما النسيء زيادة في الكفر. ما هو النسيء؟ هذا النسيء متصل بقضية
تحريم الأشهر الحرم، وهي أن المشركين كانوا إذا حجوا في عام أبقوا الأشهر الحرم على ما هي عليه، فإذا جاء العام الذي بعده قام قائمهم فقال إننا سنؤخر شهر الله المحرم إلى صفر ونأتي بصفر إلى المحرم. لماذا؟ لأنه يطول عليهم ترك القتال والسبي والغنائم من القبائل الأخرى، فهم ينهون الشهر المحرم بهذه الطريقة. فذكر الله عز وجل أن هذا التأجيل الذي يحصل لشهر من الأشهر الحرم هذا زيادة على ما كان عندهم من الكفر، وليس بعد الكفر ذنب. قال يضل به الذين كفروا يحلونه عاما ويحرمونه عاما، يأتي العام في الموسم فيقولون المحرم هذا العام سننقله إلى صفر، وصفر ننقله إلى المحرم حتى نقاتل فيه. هل ينتقل بهذا الانتقال؟ لا والله، ليس لكم الحق في أن تنقلوا شهرا من عندكم، لأن تحريم القتال في هذا الشهر إنما هو من عند الله. قال يحلونه عاما ويحرمونه عاما، لماذا؟ قال ليواطئوا عدة ما حرم الله فيحلوا ما حرم الله، أي من أجل ألا يختلط عليهم الأمر فينسوا الأشهر الحرم. زين لهم سوء أعمالهم، أي زين لهم الشيطان عملهم القبيح. قال الله عز وجل والله لا يهدي القوم الكافرين، هذا داخل ضمن تلك القاعدة التي ذكرناها وكررناها، وهي ذكر الظاهر في محل المضمر. لو قال والله لا يهديهم لعرفنا أن الله سبحانه وتعالى لم يهدهم، لكن ما عرفنا لماذا لم يهدهم. فلما قال والله لا يهدي القوم الكافرين عرفنا أنهم حرموا الهداية بسبب كفرهم، وعرفنا أن من اتصف بالكفر بعدهم سيحرم الهداية، لكن لو قال والله لا يهديهم لكان فيه اقتصارا عليهم دون من سواهم. أسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعني وإياكم بما سمعنا، وأن يجعلنا جميعا من أهل القرآن الذين هم أهل الله وخاصته، وأسأل الله الكريم بمنه أن يجعل ما بذلناه وقمنا به ويجعل اجتماعنا هذا مباركا علينا ورحمة علينا، أولنا وآخرنا، قريبنا وبعيدنا، من كان حاضرا في المسجد ومن كان يتابعنا من وراء الشاشات واللواقط. أسأل الله الكريم بفضله أن يجمعنا مرة أخرى على هذه المائدة الكريمة، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها. فعلى المسلم أن يجتنب هذه الكبائر ويتعاهدها، ولن يجتنبها ويتعاهد تجنبها إلا بأن يتعلم. متى ما رابيت فهو محرم، وداخل في هذه الآية تعلم علم اليقين أن الله تعالى له الكمال المطلق وبيده الخير كله وعنده خزائن السماوات والأرض، فحينها ليس لك سبيل إن كنت عبدا صادقا مؤمنا أن تتوجه لغير ربك.